السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنبدأ في أهم topic موجود عندنا في الأورجانيك كيمستري اللي هما الهيتروسايكليك كومباوندز، اللي احنا تقريبا بندرس لك كل الأورجانيك كيمستري علشان نوصل للهيتروسايكليك كومباوندز ونعمل application للرولز بتاعتهم على الرولز بتاعت الأورجانيك كيمستري على الهيتروسايكليك كومباوندز. أغلب الدراجز اللي موجودة في السوق up to حوالي 60 أو 70% من الكومباوندز دي are heterocyclic compounds، قليل قوي ما يزيدش عن 30-40% اللي هم بيبقوا مش heterocyclic regular organic compounds. تعال نشوف يعني ايه heterocyclic compounds. تعال نمسك الكلمة حتة حتة، بنقول heterocyclic. تعال نمسكها حتة حتة. تعال كلمة cyclic. cyclic الأول يعني ايه؟ يعني في ring structure، أيا كان حجم الرينج، 6 ممبرد أهي، 5 ممبرد أهي، 4 ممبرد، 3 ممبرد، 7 ممبرد، 8 ممبرد، المهم إن في سايكل وخلاص. طيب، يعني إيه بقى هيترو؟ يعني something different. يبقى هيترو يعني something different. إيه الكومن عندك في كل الرينج ستراكشرز اللي قدامك ديت لما بتكون cyclic structures؟ بيبقى إيه؟ إن كل الروس ديت عبارة عن كاربونز. طب أنا بقول هيترو يعني في واحدة فيهم مش هتبقى كاربون، اتنين ما يبقوش كاربون، حاجة تبقى أقض عن الكاربون اللي إحنا متعودين عليه. فلو جيت مثلا أنت حطيت هنا نيتروجين، جيت حطيت هنا أكسجين، جيت حطيت هنا سلفر، جيت حطيت هنا نيتروجين وسلفر، جيت حطيت هنا اكسجين ونيتروجين وسلفر، المهم بدلت الكربونز باي حاجه في الدنيا، سواء الكومباوند كان ساتوريتد كده او دخلت جواه دبل بونز مش موضوعي، بقى اروماتيك او مش اروماتيك، ساتوريتد ولا ان ساتوريتد مش فارقه معايا كتير، المهم ان هي عباره عن سايكل، اي سايكل ايا كان حجمها، وفي كربونز منها متشاله ومحطوط حاجه غير الكربونز. هيترو هنا يعني حاجه غير الكربونز، حاجه اد عن الكربونز، ديفرنت عن الكاربونز اللي هي الريجولر في السايكلز. اللي احنا بنتعامل معاهم في الكورس بتاعنا النيتروجين، الاكسجين والسلفر، دولت هما الثري هيترو اتومز اللي انت هتتعامل معاهم معايا. في حاجات تانية كتير other than النيتروجين والاكسجين والسلفر بتتاخد في الدراسات العليا، لكن مبدئيا في الاندرجراديويت كورس بيكفينا النيتروجين والاكسجين والسلفر. أول حاجة زي ما احنا متعودين في أي كلاس في الدنيا بنعملها هي النومنكليتشر بتاعة الكلاس. احنا خلاص شفنا الستركتشر بتاعهم، الفورمولا بتاعتهم عاملة ازاي، نبدأ نشوف النومنكليتشر بتاعتهم. النومنكليتشر بتاعتهم في عندي الكومن نيمز أو تريفيال نيمز، وفي عندي الإيوباك نومنكليتشر. وخلي بالك إن في جزء كبير جدا من الكومن نيمز دي بقى accepted by الإيوباك دلوقتي، يعني الإيوباك بتقبلها، بتوافق إنك تستخدمها في التسمية بتاعتها. يعني الفيوران من الحاجات اللي بقت مقبولة 100% دلوقتي في الإيوباك، الثايوفان نفس الموضوع، البيرول، أغلب الكومن نيمز دي بقت accepted by الإيوباك system. ده ما يمنعش ان في ايوباك سيستم لهم، بس الايوباك ما بيرفضش لما بدخل النوع ده من الكلمات معايا في السيستم بتاعه. عندي اول حاجه اكتر رينجز هنتعامل معاها او هنشتغل معاها هي ال 5 ممبرد وال 6 ممبرد. طبعا ده ما يمنعش ان في 4 و 3 ممبرد، بس دول بيبقوا الاستابيليتي بتاعتهم مش عاليه، وفي طبعا 7 ممبرد بس دول شغلهم يعني هيبقى صعب شويه عليك كاندرجراديويت ستودنت، فخلينا نتعامل اكتر مع ال 5 وال 6. بس احنا هناخد جنرال سيستم للنومنكليتشر بتاع الايوباك اللي هو خليك تعرف تسمي اي عدد من الكربونز من الاتومز جوه الرينج، ما تفرقش معايا. تعالوا بقى نشوف ايه هي الاسامي ديت. اما بيبقى عندي 5 ممبر رينج دول 5 اتومز، الاكسجين معدوده معايا، ادي واحده 2 3 4 5، انا ما بقولش 5 كاربونز، انا بقول 5 ممبر رينج، يعني رينج جواها 5 اتومز، يكونوا بقى كاربونز يكونوا هيترو اتومز يكون هايبريد ما بين الكاربونز والهيترو اتوم مش موضوعي، المهم في الاخر هم 5 اتومز. 5 ممبر رينج فيها 2 دبل بوند alternating وفيها اكسجين او سلفر او نيتروجين. ده كده كلاس تقريبا لوحده هنركز عليه جامد قوي لما نيجي نشتغل الرياكشنز والميثودز اوف سينثيسيس، لان ده مهم قوي، دي من الكومباوندز المهمه. الاكسجين بنسميه فيوران، السلفر بنسميه ثايوفان، والنيتروجين بنسميه بيرول. الاكسجين داي فيلنت، فتلاقي الاكسجين ماسكه في التو بوندز بتوع الرينج وخلاص،
السلفر زيها divalent، النيتروجين لأنها trivalent ماسكة في التورينج ستار رينج بلس هيدروجينية عليها. نيجي بعد كده لو في more than one hetero atom، يعني في two hetero atoms، two hetero atoms دولت هيكونوا مبدئيا هناخد لما تكون أول واحدة نيتروجين ونزود عليها، ممكن يبقى نيتروجين ونيتروجين، نيتروجين وأكسجين، نيتروجين وسلفر، والبوزيشنز بتاعتي يا 1 و 2 يا 1 و 3، مفيش حاجة تانية على فكرة، 1 و 4 هو ال 1 و 3 و 1 و 5 هو ال 1 و 2، فبالتالي أنت يا 1 و 1 يا 1 و 2، ده بالنسبة لل 5 ممبرد. بالنسبة للنيتروجينز لما يبقوا في ال 1 و 3 ده اسمه الإيميدازول، في حين في ال 1 و 2 ده البيرازول، يعني لما يبقوا مفصولين بكربوناية ده الإيميدازول، ولما يبقوا جنب بعض لازقين في بعض ده اسمه البيرازول. يبقى لما كانت واحدة بس كانت بيرول، لما بقوا اتنين لازقين في بعض بقت بيرازول، لما بقوا اتنين بس مفصولين عن بعض بقى اسمه إيميدازول. تعالى بقى للنيتروجين، الأكسجين عادة عندنا بنسميها أكسا، والنيتروجين بنسميها أزا، والسلفر بنسميها ثايا. لو تفتكر لما كنا بنيجي نتكلم على اليوريا كنا بنقول لك اليوريا اهي، ادي لك ابسط اكزامبل يفكرك بالحاجات دي. لما كنت بشيل الاكسجين ده واحط مكانه السلفر كنت بقول عليه ثايو يوريا، يبقى الثايا ديت بتاعت السلفر، والنيتروجين متعودين دايما الاكسجين بتساوي عندنا اوكسا، اوكسا اوكسو حسب ال بتكلم على ايه، النيتروجين بتساوي عندي ازا والسلفر بتساوي عندي ثايا. هفكرك برضو بالازا ديت، لو تفتكر ايام ما كنت بتشتغل النيترو بنزين وتقال لك لو عملت ريدكشن للنيترو بنزين يدي لك ايه، يدي لك الازا والهيدرازا والاوكسازا بنزين. كانت ايه الازا؟ نتيجة للاتنين نيتروجينز دولت، كان لما بحط التو نيتروجينز كنت بسميهم ازا، ما كانش مقصود بيهم التو نيتروجينز، هي مقصود بيهم نيتروجين واحدة، ازا بنزين، واحنا بنبقى عارفين ان هو الدوبليكت منه. برضو الازو داي، الازو داي عبارة عن نيتروجينز كومباوندز، وجود النيتروجين كده كنا بنسميها ازو داي، اللي هي دايز كومبوزد اوف النيتروجينز كومباوندز. فبالتالي أعزى عندنا يعني نيتروجين، وانت شفتها في كذا اكزامبل وانا وريتهولك اهو، السلفر يعني ثايا وانا وريتهولك في اكزامبلز انت شفتها معانا اهو، والاكسجين يعني اوكسا من اسمه. جميل، طيب لما احط اكسجين مع نيتروجين يبقى اوكسا اوكسا وازا، ما اقدرش احط تو فاولز ورا بعض طول عمرنا متعودين، بنشيل واحد منهم فهيبقى اوكسازا، والفايف ممبرد اول يبقى اوكسازول وده برضو اوكسازول. طيب ابين البوزيشنز بتاعتهم ازاي، ال 1 3 هو المعتاد، لما بحب اقربهم من بعض واخليهم 1 2 بقول عليه ايزوكسازول. يعني ايه ايز؟ يعني الايزومر بتاعه ده، ويتش تايب اوف ايزومرزم، بوزيشنال ايزومرزم، انا دوب حركت المكان، الاستراكشر واحد بس حركت المكان بنسميه بوزيشنال ايزومرز. فيا اما اوكسازول والايزومر بتاعهم اللي هم الايزوكسازول، يا اما ثايا ده الاكسجين فيه ثايا يبقى ثايازول، والايزومر بتاعه الايزوثايازول، برضو ال 1 3 هو الطبيعي وال 1 2 هو الايزومر الاد بتاعه. نيجي نتكلم على ال 6 ممبرد، على فكره الاسامي دي كلها هتتحفظ، دي ما فيهاش فهم، انا بحاول ابسطها لك واسهلها لذهنك، لكن في الاخر هي هتتحفظ، موضوع ما فيهوش نقاش، دي common names بتتحفظ. أسيتون أسيتون، ما بقدرش أبرر لك أسبابه ولا أقدر أفهمه لك، هو اسمه أسيتون. أسيتوفينون هو أسيتوفينون، ملوش عندي أسباب، هتتحفظ زي ما هي، والجدول بتاع الإيوباك هيتحفظ زي ما هو، دي ثوابت في النومنكليتشر عندنا بنحفظها. أصعب ما في الهيتروسايكليك كومباوندز هي النومنكليتشر بتاعتها، اما هدخل في الكلاسز نفسها سينثيسز ورياكشنز انا هبسطها لك وهتلاقيها تافهه وما فيهاش حاجه. المشكله كلها هنا في الهيتروسايكليك كومباوندز هي النومنكلتشر، ومشكلتها العويصه ان لها اكسبشنز مهوله، بمعنى احنا شغالين انا بدي لك الرولز واحنا شغالين ممكن يطلع اكسبشن فجاه من الايوباك يبقى كل اللي انا قلته غلط. الكبار نفسهم عندنا الاساتذه بيختلفوا مع بعض لما بيبقوا شغالين ابحاث مع بعض في النومنكلتشر، لما يجوا يكتبوا البحث بيكتبوا النومنكلتشر بتاعت الكومباوندز، بتحصل اختلافات مهوله، وبعدين نحتكم في برامج بنحتكم لها، تلاقي برنامج طلعوا اسم زي الاستاذ زي ما بيقول وبرنامج تاني طلعوا اسم زي ما الاستاذ التاني بيقول.
احنا حاطين set of rules بنمشي عليها، بس ده ما يمنعش ان الاكسبشنز كتير، بتصادفك حاجات تبقى مش عارف تطبق انهي رول عليها، تلاقي الدنيا اتلخبطت، تلاقيها قاد بالنسبه للرولز، في الاخر الرولز مش ماشيه معاها، طب تعمل ايه؟ بتبدا تظهر اللخبطه هنا. فالاي يو باك والكومن نيمز بتاعه الهيتروسايكليك كومباوندز هي اصعب ما في الترم ده. ما تتشدش، ما تتوترش لما تلاقي نفسك متلخبط فيها، ما تتشدش وما تتوترش لما تلاقي نفسك صعبة عليك مش عارف تحفظها، ده طبيعي جدا. طيب يعني معناها ايه اروح اسقط بما اني مش عارف احفظها؟ لا طبعا مش هتروح تسقط. انا بنصحك نصيحة، الطريقة اللي تذاكر بيها النومنكليتشر دي، اول حاجة تجيب ورقة كبيرة كده A3 وترسم عليها كل الستركتشرز وتحط الكومن نيمز تحتها، وتعلق الورقة دي في مكان ظاهر لعينك، بمعنى مكان بتعدي عليه بانتظام. شوف بقى بتعدي على ايه بانتظام، اكيل بتعدي على التلاجة بانتظام يبقى علقهم على باب التلاجة، بنوتة وقاعدة قدام السراحة عرض مستمر يبقى علقيهم على المراية بتاعت السراحة، شوف ايه المكان بتاع فرجة على التلفزيون كتير اكتر من لازم علقهم جنب التلفزيون، شوف ايه المكان اللي عينك بتقع عليه اكتر حاجة في اليوم وعلق الورقة دي جنبه، وانت رايح وانت جاي بص عليهم اقراهم قراية جرانين، اول 3 4 5 6 مرات هتلاقي نفسك بتقراهم وانت كالهوا بيدخلوا ويطلعوا كانهم شويه ميه ما سابوش اي اثر، ما فرقش معاك. بعد سادس 7 مرات هتبدا تلاقي نفسك لا انت بتسمعهم مش بتقراهم، بتسمع 2 3 منهم، شويه كمان بتبقى بتسمع 4 5 منهم، شويه كمان بتسمع 10 منهم، شويه كمان بتسمعهم كلهم and so on. ما تجيش لما تلاقي نفسك بتسمعهم كلهم تشيل الورقه وتقول خلاص الحمد لله تمام كده، لا. طبيعة الأورجانيك كيمستري وخصوصا النومنكليتشر بتاعت الهيتروسايكليك كومباوندز إنها هتتبخر، لو بعدت عنها هتتبخر، بالتالي الورقة دي متعلقة وأنت رايح جاي، حتى لو أنت رايح جاي يا بتقراهم يا بتسمعهم ما تفرقش معايا، لو وصلت لمرحلة التسميع برضه أنت رايح جاي بتسمعهم، بس لما توصل لمرحلة التسميع مش هيبقى بقى كل ما تعدي من قدامهم مرة أو مرتين في اليوم كفاية أوي، انت يا دوب بتسترجعهم مش اكتر، انما وانت لسه بتحفظهم انا عايزاك تعدي عليهم 10 15 مره في اليوم تبص عليهم. نيجي بعد كده نبص على ال 6 membered rings. لو عندي 6 membered ring و totally unsaturated كلها جواها ال 3 double bonds بتوعها وفيها نيتروجين واحده، ده اسمه البايريدين. طب 2 نيتروجينز قدامي 3 options، يا 1 2 يا 1 3 يا 1 4، خليها بالك هنا ال 1 4 اختلف لان انت زودت اتوم زياده جوه الرينج. مفيش 1 5 لان ال 1 5 هو ال 1 3، ومفيش 1 6 لان ال 1 6 هو ال 1 2، بس انت بتعد من الاتجاه المعاكس مش اكتر. فبالتالي يبقى انت عندك يا 1 2 يا 1 3 يا 1 4، زاد اوبشن او probability زياده عن ال 5 ممبرد اللي لازقين في بعض اسمهم البايريدازين اللي مفصولين بكربونايا، البايريميدين اللي على خط واحد اللي هم كانهم في البارا بوزيشنز لبعض، بس ده طبعا ما اسموش البارا بوزيشن لان انت مش عامل سبستيتيوشن هنا، مفيش حاجه اسمها بارا، بس عموما اللي في كانهم في البارا بوزيشن لبعض ده اسمه البايرازين. نيجي لو دخلنا بنزين رينج فيوزد للحاجات دي، لما كان عندك 5 ممبرد فيه 2 نيتروجين على بعد 1 كربون من بعض كانت مفصوله من هنا، كان اسمه ايه؟ كان اسمه الايميدازول. لما توصل معاه بنزين رينج يبقى اسمه ايه؟ البنز ايميدازول. مش هو فيه بنزين بقت لازقه في ايميدازول يبقى ده اسمه البنز ايميدازول. طب لو كانت ثايازول يبقى بنز ثايازول. طب لو كان البيرول، البيرول عباره عن ال 5 ممبرد اللي فيها واحده نيتروجين بس، المفروض يبقى اسمه بنز بيرول، بس هم طلعوا له اسم سموه الاندول. طيب ال 6 ممبرد اللي فيها نيتروجين واحده كان اسمه ايه؟ كان اسمه البايريدين. طيب البايريدين يبقى ده اسمه البنزو بايريدين، لقوا له اسم سموه الكينولين، بس بشرط ان النيتروجين تبقى على اول اتوم بعد الفيوجن على طول، ده التو فيوجن بتوعك التو كاربونز اللي عاملين الفيوجن، النيتروجين تيجي بعدهم على طول، يعني يا هنا يا هنا، ده يبقى الكينولين. لو بعتها 1 كاربون بقى اسمه الايزوكينولين، يعني الايزومر البوزيشنال ايزومر بتاع الكينولين، ايزوكينولين. ما كان عندك 2 نيتروجين اتومز على بعد 1 كاربون من بعض كان اسمه البايريميدين، نفسه هو هو لو اخدته وعملت له فيوجن مع بنزين رينج بيبقى اسمه الكينازولين. لو بقوا بارا لبعض او 1 4 لبعض بيبقى اسمه الكينوكزالين.
بعد كده ناقص لي البيورينز. البيورينز لها سيستم غريب جدا في تسميتها، خلينا نبص عليها مع بعض. والسيستم ده لا ينطبق غير على البيورينز مهما كان الاستراكشر شبههم. لو مش بيورين وهفهمك يعني ايه بيورين، ما تطبقش السيستم ده في النومنكلتشر، هتطبق السيستم الطبيعي بتاع الايوباك. هما بيختلفوا عن الايوباك، لهم سيستم غريب جدا في النومنكلتشر مختلف عن الايوباك. يعني ايه بيورين؟ نبدا الاول بمعنى كلمه بيورين. البيورين يعني ترسم 6 ممبر درينك وتعمل فيوجن معاها ل 5 ممبر درينك. تيجي على اول اتوم بعد الفيوجن تحط نيتروجين هنا ونيتروجين هنا. في ال 6 ممبر درينك تفوت كربونايه وتحط النيتروجين الثانيه، وفي ال 5 ممبر درينك نفس الموضوع تفوت كربونايه وتحط النيتروجين الثانيه. وبعدين تقفل الدبل بوندز بتاعتك كامله. انا كده قفلت الدبل بوندز بتاعتي كامله. جميل، واحط الاتش. ده كده اسمه بيورين. كان ممكن وانا بقفل الدبل بوندز اقفلها بطريقه ثانيه، كان ممكن اعمل نفس ال 6 ممبر ده وال 5 ممبر ده، احط بعد الفيوجن على طول نيتروجين ونيتروجين، افوت كربونايه واحط نيتروجين هنا وافوت كربونايه واحط نيتروجين هنا. اقفل دي ال 6 ممبر درينك ملهاش اوبشنز في الدبل بوند غير اللي انا بعمله ده. وفي الحالتين الاثنين نيتروجين بتوعها بقى جنبهم دبل بوند، فما بقاش فيه عليهم هيدروجنز. المشكله في الفايف ممبر درينك، الهيدروجين ممكن يكون على دي وممكن يكون على دي. انا في اول اوبشن حطيت الدبل بوند هنا، فبالتالي دي بقت شايله 3 بوندز خلاص، فالهيدروجين اتحط هنا. كان ممكن الاوبشن الثاني في الرينج الثانيه ان انا احط الدبل بوند هنا. تعالى بص كده، لو انا حطيت الدبل بوند هنا كده بقت دي اللي شايله الاتش. دول اسمهم البيورينز، ودولت عباره عن انانتيوم سوري عباره عن ايكوليبريم او توتومرز من بعض. في توتوميرزم هنا ما بين ده وده، الهيدروجين ده يجي كده يقوم فاتح دي كده وهو منقول 1-3 movement of الهيدروجين اتوم اللي هي التوتوميرزم. جميل، تعالى بقى عشان نشوف ايه اللي مختلف في تسميتهم. اللي احنا كنا اتعلمناه ايام ما كانوا بيعلموك النومنكلتشر بتاعت حاجات زي النفتالين اللي هي الفيوز درينك سيستمز العاديه مش الهيتروسايكليك، قال لك النومنكلتشر بتاعتهم بتمشي ازاي. قال لك بتفوت الجنكشن وتبدا من اول اتوم بعد الجنكشن وتلف على اللارجر رينج الاول وبعدين السمولر رينج، فتقول ادي 1 2 3 4 وتفوت الجنكشن ما بنرقمش الجنكشن، نقول 5 6 7 8. كان ممكن ابدا من هنا واقول 1 والف من هنا، او ابدا من هنا واقول 1 والف كده، كان ممكن كده كان ممكن كده وكان ممكن كده. ابدا من اي اتوم بعد الجنكشن. كان ايه اللي بيحكم مين هي اول اتوم بعد الجنكشن؟ لو في سبستيتونس ادي السبستيتونس الليست بوسيبل نمبرنج. جميل، امال التو اتومز بتوع الجنكشن دول بسميهم ازاي؟ قال لك شوف اول اتوم قبلها على طول، قبلها على طول وانت بتلف هنا، وانت بتلف كانت اول حاجه قبلها ايه؟ الفور. تقوم اي الفور برضو بس ايه؟ تيجي هنا وانت بتلف لما كنا ماشيين على السيستم بتاعنا، لما الارقام اللي انا عاملاها ولفيت كده، اول اتوم قبل ما اوصل للجنكشن دي كانت 8، يبقى 8A. دي ارقامهم، ما بياخدوش ارقام لوحدهم ما بيترقموش، بياخدوا الرقم اللي قبلهم مباشره ويتحط جنبه لتر A. جميل، هل انا اجي اسمي البيورينز اسميها بنفس الطريقه؟ يعني هل انا ابدا عند اول اتوم بعد الجنكشن سواء دي او دي والف على الرينج الكبيره وبعدين اوصل للرينج الصغيره وما اسميش الجنكشنز؟ لا، الكلام ده هينطبق على كل الهيتروسايكليك اتومز. الكلام اللي انا لسه قايلاه ده، الكلام اللي هنا ده اللي انا لسه قايلاه ده منطبق على كل الهيتروسايكليك اتومز ما عدا البيورينز. التو توتومرز بتوع البيورينز لهم سيستم مختلف تماما في الترقيم. بنعمل ايه؟ بنيجي عند النيتروجين البعيده عن الجنكشن، النيتروجين دي اللي في السكس ممبرد، النيتروجين اللي مش بعد الجنكشن. وده غريب، انا عاده في الهيتروس في الفيوز درينك سيستم ببدا من بعد الجنكشن على طول، لا انا بفوت الجنكشنز كلها، بسيب الجنكشن دي والجنكشن دي والجنكشن دي والجنكشن دي، ما باجيش ناحيه ولا واحده فيهم، وابدا عند النيتروجين الاد اللي بعيد عن الجنكشنز، بدور على النيتروجين اللي معاش عند جنكشنز، هي دي الوحيده، دي هنا عند جنكشن بعد جنكشن على طول، ودي هنا بعد جنكشن على طول، ودي هنا بعد جنكشن على طول، بسيبهم هم الثلاثه وابدا عند اللي مش عند الجنكشن وابدا ارقم. جميل، برقم ازاي؟ اديها 1 وبعدين الف عشان اوصل للنيتروجين اللي بعدها 2 3. اكوردنج للرولز اللي انا لسه قايلاها المفروض اني ما رقمش الجنكشن، لا في البيورينز برقمها، بدي 4 5 6 وارجع بعد كده اجي هنا اقول 7
8 9. تعالى رقم التوتمر الثاني، ادي ال1 عند النيتروجين اللي بعيد عن الجنكشن، وكمل 2 3 4 5 6 و7 و8 و9. يبقى الاولاني اللي انا رقمته اللي هو ده اهو، الهيدروجين وقع فين؟ على ال7، يبقى ده 7H purine. طب والتاني اللي انا رقمته الهيدروجين وقع فين؟ على على ال9، نيتروجين نمبر 9 اللي اخذ الترقيم 9، يبقى ده 9H purine. دول التو توتمرز بتاعت البيورينز، واوعى تطبق ده مهما كان الاستراكشر سيميلر لهم. ان ما كانش اللي انا قلته موجود بحذافيره، اوعى تطبق الرولز دي، طبق الرولز اللي انا هديها لك بعد كده. يعني انا بتكلم على لو مثلا في ايه، ادي البيورينز بتاعتي اهو، تعالى هرسم لك حاجه شبههم قوي اهو، وادي النيتروجين اللي بعد الجنكشن، وافوت نيتروجين واحط النيتروجين الثاني، واجي احط هنا نيتروجين بعد الجنكشن بس ما افوتش الكربون، اقوم حاطه النيتروجين الثاني على طول. اخوهم اهو شبههم جدا، ايه كل الفرق بينه وبينهم؟ ان النيتروجين دي بعد بدل ما كانت هنا نقلت هنا، مفيش اكتر من كده. اوعى تستخدم السيستم بتاع البيورينز، هتبدا النمبرنج عادي من بعد الجنكشن، يا هنا يا هنا، وهعلمك بتبدا عند مين فيهم. هتبدا النمبرنج عند النيتروجين بتاعه اللي بعد الجنكشن على طول، اوعى تبدا من هنا في حاله زي دي، مهما كان الاستراكشر شبيه. لا، البيورينز سيستم لوحدها لازم 6 ممبرد وجنبها 5 ممبرد، نيتروجين عند الجنكشن هنا ونيتروجين عند الجنكشن هنا، وافوت كربون واحط نيتروجين، وافوت كربون واحط نيتروجين، واقفل الدبل بونز بتاعتي. والهيدروجين هيبقى على النيتروجين دي، هيبقى على النيتروجين دي، وده واحد فيهم بيبقى ال7 والتاني بيبقى ال9 بيورين. والنمبرنج سيستم بتاعهم خاص بيهم هم فقط لا غير، اوعى تطبقوا على اي حاجه ثانيه. نيجي بعد كده لو عندي 3 ممبرد، انا خليتها هي للاخر علشان خاطر ما هياش تعنينا قوي، ما بنشتغلش عليهم كتير لان هم مش ستيبل. لو في اكسجين بقول اكس، والرينج اسمها ايران عندنا، لو نيتروجين يبقى ازيريدين، وهعلمك الان والاير والايدين دي بتيجي ازاي في الايوباك. خلي بالك ان دي رغم كونها كومن نيمز، لكن خلاص هي دلوقتي بارت من الايوباك سيستم، وهعلمك مصدرها ايه. اتفقنا ان لو عندي 5 ممبرد، بس كان في هنا دبل بوند وفي هنا دبل بوند، كان شكله عامل كده اهوت، كان عندي 5 ممبرد ستراكشر في اكسجينيه، وكان في 2 دبل بوندز كده، كان اسمه ايه؟ كان اسمه الفيوران. لما اعمل له توتال ساتوريشن حطيت 4 هيدروجنز، ادي واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا، بقى اسمه تترا هيدروفيوران. لما كان عندي 2 نيتروجنز في البارا بوزيشن لبعض، ده كان البايرازين. لما كان عندك ده بس كان totally unsaturated، يعني كان كده، كان 6 membered وهنا نيتروجين وهنا نيتروجين، بس كان في double bonds، كان اسمه البايرازين. لما بنحط total saturation بسميه البيبيرازين. اكسجين ونيتروجين لو عندنا اسم، بس بشرط انه يكون totally saturated، ده اسمه المورفولين. لو الاثنين اكسجين هيبقى dioxin وان dioxan، واقول 1-4 عشان احدد البوزيشن بتاعت الاكسجين لبعضها. لو ما كتبتش 1-4 يبقى هو ال 1-4. لو هو حاجه ثانيه غير ال 1-4 I have to specify. بنستسهل في الدايوكسان ونقول دايوكسان وبس من غير 1-4، لان الطبيعي فيه انه يكون 1-4. لكن الصح لو هتمشي صح يبقى اسمه 1-4 دايوكسان. لما كان عندك نيتروجين جوه 6 ممبر رينج فيها دبل بوندز مقفلاها totally unsaturated كده، كان اسمه البايريدين. لما بتقفله بالهيدروجنز بيبقى اسمه البيبيريدين، ده كده اسمه البيبيريدين. نيجي بعد كده للايوباك سيستم. الايوباك سيستم راجع لاسامي اثنين علماء، واحد اسمه الهانتش والتاني اسمه الويدمان، فده اللي اسمه الهانتش ويدمان سيستم. الايوباك استخدم اسلوبهم في التسميه ولقاه عاجبه ولقاه حلو، فبالتالي مشوا عليه. الناس دي قعدت وحطت رولز، الايوباك اعتمدها وبقت هي الايوباك سيستم. في سيستم تاني للايوباك اللي هو الريبليسمنت، انا مش هديهولك. يعني الايوباك بيمشي يا اما بالهانتش ويدمان يا اما بحاجه اسمها الريبليسمنت، انا مش عايزاك تعرف الريبليسمنت، خلينا في الهانتش ويدمان، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. هانتش ويدمان قسم الاسم لثلاث حتت، قال لك انا معايا ثلاث اجزاء، معايا بدايه ومعايا حته في النص ومعايا نهايه. البدايه هي البريفكس، وبعدين هنا الستم الجذع بتاعي،
وبعدين هنا السافكس زي اسم في الأورج... اي اسم في الاورجانيك كيمستري في الدنيا بريفكس وسافكس، بس هما زودوا ستام في النص. البريفكس بدايه الاسم قال لك تدل على نوع الهيترو اتومز وعددهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الستراكشر فيه اكسجين يبقى اوكسا، لو سلفر يبقى ثايا، لو نيتروجين يبقى ازا، لو مور ذان وان هيترو اتوم يبقى داي ازا او اوكسازا او سوري داي اوكسا او داي ثايا او داي ازا او اوكس ازا او اوكس ثايا او ثايا ازا. حط البريفكس بتاعك عباره عن كل الهيترو اتومز اللي موجوده بعددهم داي تراي ايا كان. الستام قال لك هيعبر عن الرينج سايز، يعني 3 ممبرد ولا 4 ممبرد ولا 5 ممبرد ولا 6 ممبرد كام بالظبط. والنهايه خالص السفكس هي الديجري اوف انساتوريشن، بس على شرط همشي على تو سيستمز، في نيتروجين ولا ما فيش نيتروجين. يعني السفكس بتاعي تختلف على لو في نيتروجين هيبقى لها اسماء، ولو ما فيش نيتروجين في الرينج هيبقى لها اسماء ثانيه خالص. تعالى رخصوا الكلام ده وسهلوه على نفسهم وروحوا عاملين له جدول. تعالى نبص على الجدول، ادي الجدول بتاعنا. الجدول ده بيتحفظ، هتحطه على نفس الورقه بتاعت النومنكلتشر تحت وتحفظه، تفضل رايح جاي عدي عليه. وانصحك في الامتحان قبل ما تجاوب سؤال النومنكلتشر ما تحاولش تسترجعه من الذاكره عند كل خطوه، هتلاقي نفسك بتتوه. انت تدخل من باب الامتحان بتاع الهيتروسايكل كومباوندز ترسم الجدول ده جوه الورقه بتاعت الاجابه بتاعتك. ادخل ارسمه، ابدا بيه اول خطوه، عشان رسمه بيطلع من بعضه، انت بتطلعه الاول من بعضه. وبعدين تبدا بقى تدور على الكيس، بتدور هنا هو انهي حاله فيهم وبتدور هنا هو انهي حاله فيهم وتشوف ايه الانترسكشن يطلع لك ايه. غير كده هتحتاس وهتتوه وهتتلخبط. ادخل من باب الامتحان ارسم التيبل ده، مش هياخد في ايدك دقيقتين لو حافظه، مش هياخد في ايدك دقيقتين. ارسمه في ورقه الاجابه بتاعتك الاول وبعدين اشتغل، بعد كده اشتغل في النومنكلتشر. هانتش وويدمان عملوا ايه؟ قال لك والله انا يا اما الهيتروسايكليك كومباوند بتاعي جواه نيتروجين يا اما ما جواهوش نيتروجين، يا نيتروجين كونتيننج يا نيتروجين فري. وقسموا الجدول فعلا بالطول كده اهوت لاثنين سكشنز، اللي فيهم نيتروجين حاجه واللي ما فيهمش نيتروجين حاجه ثانيه. كلهم هيتطابقوا في البريفكس والستم، هيختلفوا في النهايه الحته الاخرانيه دي. اخر كام لتر دولت هم اللي هيختلفوا من حاجه لحاجه. تعالى قال لك نعمل ايه؟ قال لك لما يكون عندك 3 ممبرد هي ار ثابته كده ار، لما يبقوا 4 ممبرد هي ات، لما يبقوا 5 ممبرد هي اول، لما يبقوا 6 ممبرد هتبقى ان، ولما 7 ممبرد هتبقى اب اب. تمام؟ ثوابت، هم ثبتوها ثوابت. يبقى انت ايه الثوابت بتاعتك؟ ال 3 ار، ال 4 ات، ال 5 اول، ال 6 ان، وال 7 اب. بس ناقص بقى تحط النهايه السفكس بتاعك. قال لك السفكس بقى هيعتمد على النيتروجين من عدمها. تعال نشوف الاول لو مفيش نيتروجين. لو مفيش نيتروجين هو عامله معامله الالكين العادي. اما بيبقى عندك جوه الالكين في دبل بوند بتقول ايه؟ اين، بدل تحول كلمه الكين، لما بيبقى عندك دبل بوند بيبقى عندك الكين، بتحوله لايه؟ لالكين. يبقى بتشيل الان وتحط اين. قال لك خلاص لما يكون unsaturated هحط جنب الار، ادي الار اهي، هحط جنبها ان، ولما يكون saturated هقول ان، يبقى ايرين او ايران. الات بحط جنبها اي اهي لما بيبقى unsaturated، لو partially saturated بقول ايتين اللي هي تبقى 1 دبل بوند. خلي بالك ال 3 ممبرد اهو اديني برسمه، مفيش قدامه اوبشن غير دبل بوند واحده، انما الفور ممبرد ممكن يبقى 1 دبل بوند وممكن يبقوا 2 دبل بوندز، فبيبقى في حاجه اسمها unsaturated وحاجه اسمها partially saturated وsaturated. الunsaturated اللي فيه الاثنين دبل بوند، يعني فيه اكتر من 1 دبل بوند، يعني ما فيهوش امكانيه كل الاتومز بتاعته sp2 alternating single double single double single double، ده اللي هو totally unsaturated. الفولي saturated اللي ما فيهوش دبل بوندز خالص، البارتشلي saturated اللي في النص ما بينهم. في حالة ال 3 ممبرد أنا ما عنديش أوبشنز أساسا غير يا unsaturated يا saturated، هو ما بيشيلش غير 1 دبل بوند، فخليناها إيرين وإيران. جينا بعد كده اهوت لي ال 4 ممبرد ممكن يبقى فيه دبل بوند واحدة وممكن يبقوا اتنين، لو واحدة هي الإين اللي أنا متعودة عليها، ولو ما فيش يبقى الآن إيتين وإيتان. قال لك لو فولي بقى unsaturated اللي هو فيه اتنين خليها إي وبس، بدل ما يقول داي إين إت داي إين ويصعب الاسم راح يقول لك إتا وسكت.
ال 5 ممبرد قلنا all وقال لك نفس الكلام لو fully unsaturated يعني جواه 2 دبل بوند ال 5 ممبرد اهو لو جيت رسمته خلي بالك انا برسم فوق الجدول لو جيت رسمته هحط هنا دبل بوند وهنا دبل بوند ده كده ال fully unsaturated بتاعي لو fully unsaturated هسميه all لو خليت 1 دبل بوند بس وشلت الثانيه بقت اولين لو fully saturated بقى زي الالكين بقى اسمه اولين ال 6 ممبر قلنا ان الان ديت اسيبها على حالها لو unsaturated لو partially saturated بسمي بالان وبعدين احدد اماكن الهيدروجنز اللي اتحطت او اسمي بالان واحدد اماكن الدبل بوندز اللي اتحطت اللي يعجبك حسب هتعتبره مين فيهم لو اعتبرته totally unsaturated يعني كله دبل بوندز يبقى انت عملت saturation ل 1 دبل بوند بمعنى ايه الكلام ده لو انا جيت رسمت لك اهو 6 ممبر درينك وادي حطيت جواها 2 دبل بوندز وسبت دول يبقى انت كانك حاطط هنا هيدروجينيه وهنا هيدروجينيه تعالى اصور لك عشان خاطر تشوفهم بعد ما رسمناهم لو انت عندك 6 ممبرد اهو والمفروض كان يبقى في دبل بوند هنا ودبل بوند هنا ودبل بوند هنا جيت انت عملت ان ساتوريشن هنا بسيطه يبقى كانك حطيت هيدروجين هنا وهيدروجين هنا سوري عملت ساتوريشن هنا كانك حطيت هيدروجين هنا وهيدروجين هنا يبقى هتسميه عادي ان وهتحدد اماكن الهيدروجينز شوف البوزيشنز دي هتطلع ايه 2 3 ولا 1 2 ولا 4 5 ولا ايه هي ويبقى داي هيدرو افترضنا ان انت اعتبرته ان يعني اعتبرت دوت 6 ممبرد كان توتالي ساتوريتد يبقى انت حاطط دبل بوند في البوزيشن ده ودبل بوند في البوزيشن ده يبقى ده عباره عن الان وبعدين تيجي تقول هنا اهوت في دلتا بتاعت الان عند البوزيشن كذا والبوزيشن كذا احنا هنسهل على نفسنا ونلتزم بالسيستم بتاع الهيدروجنز احنا بنحدد اماكن الهيدروجنز مش اماكن الدبل بوند بنسهل ونعتبر نفسنا بنتكلم على توتالي ان ساتوريتد وحدد اماكن الهيدروجنز لان اسمها سهل بقول هيدرو داي هيدرو اتش وخلاص كده الدبل بوندز لها طريقه في التسميه فما تصعبش على نفسك وتقولها خلاص والسفن ممبرز زي بالظبط ايبين من غير اي لاحظ الان هناوت من غير اي والايبين هنا من غير اي احطها كده والبارتشلي ساتوريتد قلنا هحدد اماكن الهيدروجنز اللي اتحطت والتوتالي ساتوريتد ان وايبان نفس كاني بنقل من ان لالكين لالكين سوري نيجي بقى نشوف لو في نيتروجين قال لك الار والات والال والان والاف ثابتين بس عشان تميزها عند ما فيهوش نيتروجين هنا كان اي خليها اي ايرين ما فيش حاجه اسمها partially saturated قلنا في 3 ممبرد ولو بقى totally saturated بنقول ايدين يبقى ان وايدين ما رحناش بقى للان عشان ما تلخبطش بقى ان وايدين طب الات الات زي الات خلي بالك في ال 4 وال 5 ممبرد التوتالي unsaturated زي بعض الات ات والال ال هما هماهم طب لو partially saturated قال لك خليه 18 بالاي زي الايرين هنا بالاي والال اولين طيب ولو saturated زي ما قلنا ايدين يبقى ايتيدين اوليدين طيب ال 6 ممبرد ال 6 ممبرد وال 7 ممبرد سهلهم قوي بقى هو في النيتروجين containing compounds قال لك ايه مش هي ان هنا في نيتروجين فري مفيش اي في الاخر هحط اي عشان بس اميز ان هي نيتروجين كونتيننج في الاخر ايبين ان وايبين حطيت اي بس في الاخر البارتشلي ساتوريتد قال لك اعمل زي هنا يبقى حدد اماكن الهيدروجنز طب والفولي ساتوريتد قال لك ولا تلخبط نفسك ولا تقول ان ولا اي حاجه يبقى قول بير هيدرو بير هيدرو معناها ان كل الاتومز اللي عليها ليها هيدروجنز يعني ما فيهوش دبل بوندز خالص يبقى بير هيدرو واسمه بير هيدرو واسمه تعال نطبق الكلام ده على شوية examples ونشوف الدنيا بتمشي ازاي قبل ما نطبق اتفقنا لو في عندك more than one hetero atom زي بعض هيبقى di و tri و tetra يعني لو في 2 oxygen هتبقى di oxa 2 nitrogen di aza and so on طيب لما اجي ارقم البرايورتي لمين قال لك الاكسجين اعلى من السلفر اعلى من النيتروجين وحتى ترتيبهم في الاسم كده اوكس ازا اوكس ثايا ثايا ازا and so on بيرقم اكوردنجلي البرايورتي وبيسمي اكوردنج للبرايورتي الاكسجين قبل السلفر قبل النيتروجين ودايما تحط ارقام تميز اماكن الهيترو اتومز يعني حاجه زي هنا اهو 5 ممبرد اهو تعالى نرجع للتيبل قال لك 5 ممبرد في نيتروجين ولا ما فيهوش نيتروجين بص الاول في نيتروجين يبقى انا في الناحيه الشمال من الجدول انت في الناحيه الشمال من الجدول قال لك ال 5 ممبرد اسمها ايه قال لك اسمها ال يبقى انا هحط الال الاول طيب الال دي فيها ايه ولا ما فيهاش والله ده نيتروجين كونتيننج يبقى فيها ايه
حلو قوي الكلام. وهي حتى لو ما فيهاش برضو هي فيها ايه؟ في كل الاحوال انا الال والات ثابتين. جميل. فيها ايه هيترو اتومز؟ فيها اكسجين يبقى اوكس، ونيتروجين يبقى از. اماكنهم فين؟ قال لك البرايورتي للاكسجين يبقى 1 هنا، وتلف عشان تدي الاذر هيترو اتوم اقل رقم ممكن، يبقى هي 1 2 اوكس از. تعالى لده، هو نفس الكلام بس السلفر، يبقى ده بقى ثاي از وأول بتاعت الفايف ممبرد، واماكنهم ايه؟ 1 و 3. ال1 هي السلفر وال3 هي النيتروجين. ال1 هي البريفكس الاولاني، ال3 هي البريفكس الثاني. طيب ده عباره ده مبدئيا ده كان اسمه ايه في التريفيال نيمز؟ كان اسمه الاوكسازول، بس كان اسمه الايزوكسازول علشان الاوكسازول كان اكسجين 1 ل 3، اكسجين نيتروجين في ال1 وال3 البوزيشن لبعض. هنا بسميه 1 2 اوكسازول، في التريفيال نيم كنت بسميه ايزوكسازول. طيب تعالى في ال1 3 1 3 اكسجين كان اسمه في التريفيال ايه؟ اوكسازول. طب اسمه في الكومن في الايوباك ايه؟ اوكسازول، بس هسميه 1 3 اوكسازول. طب نيجي للثايازول. الثايازول ده كان في التريفيال اسمه ثايازول، وفي الايوباك اسمه ثايازول، وبحدد اماكن الهيترو اتومز لبعضها 1 ل 3. تعالى نبص على ده كان اسمه ايه؟ ده لو تفتكر معايا كان اسمه الايميدازول. جميل. هنا اسمه ايه؟ 2 نيتروجين يبقى داي ازا، و5 ممبر يبقى داي ازول، وعايزه اماكنهم 1 و 3. طب لما كانوا 1 ل 2 كان بايرازول، بس هنا هيبقى اسمه 1 2 دايازول برضو. طيب في 1 4 او 1 5؟ قلنا لا، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. نيجي نشوف further examples. حاجه زي ده كان اسمه البير رول في الكومن نيمز، اللي هو 5 ممبر في نيتروجينيه واحده، كان اسمه البير رول. لما حطيت الكومن نيمز سوري الايوباك نيمز بتاعتهم بقى اسمه as وall، بما انه fully unsaturated بقى اسمه as all. طيب تعالى اللي بعده اللي فيه 2 نيتروجينز، اتفقنا ان هو ده داي از اول، واحدد اماكن النيتروجينز 1 و 3. طيب ده ايه الاخبار؟ هناك كان اسمه الايه؟ ده البيرول، ده كان اسمه ايه؟ البيروليدين. ده كان البيروليدين. طيب هنا هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه الازوليدين، از واول وايدين، ازوليدين. حلو قوي الكلام. نيجي لده، قلنا ده كان اسمه البايريدين. البايريدين عبارة عن 6 ممبرز فيها نيتروجين وتوتالي unsaturated. تعالى نيجي للويدمان، هانس ويدمان، قال لك ايه؟ في نيتروجين يبقى از، و6 ممبرز يبقى ان، ونيتروجين كونتيننج احط ايه في الاخر؟ يبقى ازين. طب ده داي از ان، بس احدد اماكنهم 1 2 1 3 1 4. بدل ما احفظ بايريدازين بايريميدين بايرازين، انا احفظ الجدول وسهل على نفسي، ويبقى كده تمام، ببقى خلصت النومنكليتشر بالطريقه ديت بتاعه كل الهيتروسايكليك كومباوندز السنجل رينج، بس يكونوا كونتيننج 1 رينج. لو كونتيننج مور ذان 1 رينج هنبدا نشوف طريقه برضو بتاعه الايوباك ازاي بسميهم. نيجي نشوف other structures. حاجة زي ده البايريدين، بس في ايه؟ في هنا هو 2 هيدروجين اتضافوا على الدبل بوند دي، قلنا لك اعتبره هو البايريدين عادي، بس قول 2 3 داي هيدرو. ليه 2 3؟ ادي 1، وانا اعتبرت ده سبستيتيونت، انا هنا اعتبرت الهيدروجين كانه سبستيتيونت، هنا سبستيتيونت وهنا سبستيتيونت، فهلف في اتجاه السبستيتيونت، يبقى ده 1 2 3 داي هيدرو. يا بقول بايريدين يا اقول بقى الهانز ويتمان بيقول لي ايه؟ از ان. طيب ده عبارة عن التترا هيدرو ازين، برضو ازين، ما ده البايريدين اللي هو الازين، بس تترا هيدرو في 2 و 3 و 4 و 5. طب ده والله هو الراجل سهل عليك وقال لك قول بير هيدرو، وسهل، هو الازين بس فولي ساتيوريتد، فبقول عليه بير هيدرو. ده مين؟ ده الازيبين. خلي بالك ان فيها هيدروجين على النيتروجين دي الرينجز، الرينج بتاعته عشان احط فيها الدبل بونز، النيتروجين تفضل عليها 2 بوندز بس، او لازم في اتوم هيبقى ناقصها بوند، البوند دي هتستعوض بالهيدروجين، يا تيجي على النيتروجين يا تيجي على الكربون اللي جنبها، ما بتفرقش معايا حسب ما رتب الدبل بوندز، بس لازم اميز الهيدروجين وقع فين. لو الهيدروجين وقع على النيتروجين يبقى از 1 اتش ازيبين، لو وقع على الكربون اللي جنبها يبقى 2 اتش ازيبين، ابقى عارفه مكان الهيدروجين. دايما رقم 1 بيروح للهيترو اتوم، وانهي هيترو اتوم؟ قلنا الاكسجين، بعدها السلفر، بعدها النيتروجين، دي البرايورتي. والف في اتجاه ان السبستيتيونز تاخد الليست بوسيبل نمبرينج. طب هنا ما قلتش مونو هيدرو ليه؟ ما قلتش 1 مونو هيدرو ازيبين؟
قال لك عشان تقول كلمة 2 داي هيدرو لازم يكون عندك الرينج كان فيها دابل بوند وانت رحت مطيرها وحاطط هنا اتش وهنا اتش، يعني لازم تكون في حتة كان ممكن تشيل دابل بوند. هل انت ده كان ممكن يشيل دابل بوند مع اللي جنبه؟ لا طبعا مستحيل، بالتالي ما اقدرش اقول داي هيدرو، بقول ايه 1 اتش 2 اتش 3 اتش and so on. تعالى هنا ال 2 وال 6 المفروض ال 6 مع ال 5 كان ممكن تشيل دبل بوند، انما ال 2 ما كانتش ممكن مع ال 3 ولا مع ال 1 تشيل دبل بوند، فال 2 اتش هتفضل 2 اتش و 5 6 داي هيدرو. مجازا ساعات ممكن يقول لك ممكن تخليها 2 5 6 تراي هيدرو، بما انك انت كان في عندك في الستراكشر بوجه عام 1 دبل بوند كان ممكن يحصل لها ساتوريشن. انما الاصح ان البوزيشن اللي ما كانش يقدر يعمل دبل بوند مع اللي جنبه هو بس اللي شايل الهيدروجين واللي جنبه ما شالش حاجه، ده يبقى اسمه رقمه واتش. انما لما يبقى 2 كاربونز جنب بعض كان ممكن يشيلوا دبل بوند، او 2 اتومز جنب بعض كان ممكن يشيلوا دبل بوند وانا عملت لهم ساتوريشن باثنين هيدروجين، يبقى اقول ارقامهم واقول داي هيدرو او تترا هيدرو. ده كده الاصح في الايوباك نومنكلتشر. نيجي نشوف الكومباوندز اللي كونتيننج حاجه ثانيه مع النيتروجين. قلنا لو عندي اكسجين يبقى ده الاوكسازول واحدد الاماكن بتاعتهم. طب حاجه زي كده في عندي سلفر واثنين نيتروجين، السلفر ثايا وتيجي الاول وبعدين الاثنين نيتروجين هيبقى داي ازا، يبقى ده ثايا داي ازا، وبعدين 6 سوري 5 ممبرز يبقى اول والنيتروجين كونتيننج وما فيهاش اي انساتوري، ما فيهاش اي ساتوريشن، فولي انساتوريتد، يبقى ده الثايا دايازول. ناقص لي ايه؟ اماكن الهيترو اتومز. عندي هنا 1 3 و4 ثايا دايازول، كان ممكن تبقى 1 و3 و4 ما تفرقش. ايه اللي كان هيحكم لي لو في سبستيتونس؟ حد السبستيتونس الليست بوسبل نمبرنج. انما هنا النيتروجين في الحالتين هياخدوا 3 و4 سواء لفيت من هنا او لفيت من هنا فما بتفرقش معايا. لو في سبستيتونت هنا كنت يبقى ساعتها هلف من هنا. طيب الفيوران ايه اخباره؟ اوكس و5 ممبرز يبقى اوكسول. فقلنا ده اسمه الفيوران اللي هو الفايف ممبرد اللي فيه اتنين دبل بوند وفيه اكسجينية، بالويدمن هيبقى اوكس واول. الحالة التانية لو كان totally saturated قلنا according للcommon names كان اسمه تترا هيدرو، اعتبرته فور هيدروجينز اتحطوا فقلت تترا هيدرو فيوران. according للويدمن هانتش ويدمن ده عبارة عن الاوكس واول، وبما ان هو ما فيهوش نيتروجين هيبقى السافكس بتاعي ان، الاول دي اللي هي بتاعت الستام والاكس دي بتاعت الهيترو اتوم، والسافكس يبقى لو كان جواه نيتروجين لو الاستراكشر جواه نيتروجين ما كانتش هتبقى الان كانت هتبقى الايدين، انما لانه جواه ما جواهوش نيتروجين فبنقول الان. حاجه زي كده ده الاوكسا الاوكسا ثايا واول اوكسا ثايول، وبما انه ما فيهوش نيتروجين برضه هيبقى ان، واحدد اماكن الهيترو اتومز لبعضها. نيجي نشوف ده عباره عن الاوكس و6 ممبرز يبقى ان، يبقى اوكزين وما فيهوش نيتروجين يبقى ما بحطش اي في الاخر، لو في نيتروجين كنت حطيت اي في الاخر، لكن عشان ما فيش نيتروجين ما بحطش اي في الاخر. وبعدين الاتوم نمبر 2 عليها اتش، دي كان المفروض تشيل دبل بوند، لا دي اكسجين هي داي فالنت، فعشان كده ما قلتش 1 2 داي هيدرو، قلت 2 اتش وسكت. طب لما نقلت الاتش هنا بقت 4 اتش اوكزين، ولو تفتكروا ده كان الكومن نيم وهو برضو الايو باك نيم بتاع الدايوكزان، لما يبقوا اثنين اكسجينز وفولي ساتوريتد داي اوكس وان، يبقى قلنا ده الان بدل ان اي ان او اي ان اي او اي ان او اي ان اي، لا بقى ان عشان ما فيهوش نيتروجينز. بعد كده لو عندي فيوزد سيستم قدامي اوبشن من اتنين، يا واحده من الفيوزد رينجز هي البنزين يا الاثنين فيوزد رينجز ار هيتروسايكليك رينجز. الاثنين فيوزد هيتروسايكليك رينجز هنتكلم عليها المحاضره الاول الفيديو اللي جاي. الفيديو ده هنقفل بيه لما يبقى بنزين رينج، بس لو بنزين رينج فيوزد مع هيتروسايكليك، مش لما يبقوا الاثنين هيتروسايكليك، لان الاثنين هيتروسايكليك لها رولز كتير جدا هنقعد نظبط فيها، وهي دي اللي صعبه بقى، اللي فات كله ده سهل ومش ممكن اتنين يختلفوا عليه، ده جدول وبنرجع له، ما هياش امله. المشكله كلها في حته لما بعمل فيوجن ما بين اتنين هيتروسايكليك رينجز، هي دي الصعوبه بتاعه النومنكلتشر بتاعتي. المفروض ان انا عندي بنزين مع الهيتروسايكليك، سمي الهيتروسايكليك وهي البيرنت، واحنا متفقين من زمان البيرنت بيتحط في الاخر، واحط قبله بنزو
يبقى ده بنزو، بتقول بنزو واسم الرينج دي، يعني ده يا اما بنزو فيوران لو هتسميه بالكومن اللي الايوباك قبله دلوقتي، يا اما بنزو اوكزول لو بالهانتش ويدمن. طيب ناقص لي ايه؟ والله الاكسجين دي كان ممكن تكون هنا والاكسجين دي كان ممكن تكون هنا. طيب لازم اميزهم. اميزهم ازاي؟ تعال نشوف الكلام ده يتم ازاي. قال لك يعمل ايه؟ قال لك معاك ال 6 ممبر ده فيوز لها ال 5 ممبر اللي فيها الاكسجين. جميل. وانت قلت ان ده اسمه بنزو، خلاص خلصنا منه. وقال لك افتح براكت مربع، لو عملته مدور تضيع الدرجه، لو عملته اي حاجه غير المربع تضيع الدرجه، واكتب بعده يا اما فيوران يا اما اوكزول، ما تفرقش معايا كتير، الاثنين صح. جميل. ناقص لي احدد مكان الاكسجين. قال لك من عند الاكسجين ابدا ادي السايدز مش الاتومز. السايدز يعني ايه سايد؟ دي اسمها اتوم، انما ده اسمه سايد. ادي السايدز لتر A B C. اول سايد هنا ايه؟ A، بعده مين؟ B. يبقى البنزين وقع على مسافه ايه؟ B من الفيوران. طب تعالى لو كان هو هو ورحت حطاها الاكسجين في البوزيشن اللي بعده، تعالى بقى نشوف لو كانت الاكسجين مترحله 1 اتوم، يعني لو رسمت نفس الاستراكشر بس حطيت الاكسجين هنا، ساعتها طبعا اماكن الدبل بونز هتختلف تماما. الدبل بونز بتاعتك هتبقى هنا وهنا وهنا وهنا. تعالى بقى نسميه برضو هو بنزو، وهفتح البراكت المربع وسميه فيوران او اوكزول اللي يعجبك، مش ده موضوعي دلوقتي. انا دلوقتي عايزه اللاترز، هاخد من هنا A B C، يبقى هي C. طب لو كنت لفيت الناحية التانية، تعال نلف الناحية التانية، هنا A B C، يبقى مش فارقة. خلي بالك المرة اللي فاتت الأكسجين لما كانت مترحلة، الأكسجين لما كانت هنا، لو كنت انت حطيت هنا A B C D كان قدامك اوبشن ما بين البي والسي. وزي اي نومنكلتشر عندنا في الدنيا انا دايما بحاول ادي الليست possible، يا نمبر يا لتر. فعشان كده في المره اللي فاتت كسب اتجاه عن اتجاه، هنا الاتجاهات مش هتفرق عن بعضها كتير، سواء كده او كده في الاخر هو الاثنين هياخدوا سي. تعال نشوف بقيه الفيوز سيستمز. لو كانت نيتروجين يبقى ده البنزو ازول او البنزو بيرول، وبرده A وبي، لو لفيت من هنا تاخد دي، فيبقى انا هلف من هنا A وبي. تعالى ده عباره عن البنزو ودي مين؟ البايريدين، يبقى ده البنزو بايريدين، ولو بالهانتس ويدمن هيبقى الازين، يبقى ده البنزو ازين، قلنا الاثنين مقبولين في الايو باك دلوقتي. هلف من هنا يبقى A B، لو لفيت من هنا يبقى A B C D E، يبقى اكيد البي هتكسب. And so on بتعملهم كلهم. خلي بالك ان ده لو كومن نيم عندنا اسمه الكينولين واكسبتد باي الايو باك. ده هنا اسمه السينولين لما يبقوا الاثنين نيتروجين لازقين في بعض وفي بنزين رينج فيوز لهم، ده اسمه السينولين او البنزو. وبعدين اخد هنا دايما بقى لو في اتنين هيترو اتومز لازم تبدا النمبرنج ما بينهم وتمشي بحيث ان انت تدي الاذر هيترو اتوم الليست بوسيبل نمبر. عرفت تدي معاهم كمان هنا ده ليست اوكي، مش لا مش هينفع، المهم ان الهيترو اتومز هي اللي تاخد. يعني ايه الكلمتين دولت؟ يعني انت لما جيت حطيت هنا A وB وC، الـ A كانت ما بين التو نيتروجينز، جميل حلو الكلام، وبعدين قلت بي سي. طب تعالى لو عملت العكس، لو قلت انا الاي هنا هو برضو ما بين التو نيتروجينز وبعدين بي سي دي اي، في الحالتين انا حطيت الاي ما بين التو نيتروجينز، ففي الحالتين مش فارقه. طب يبقى على الاقل بمشي في الاتجاه اللي الفيوجن هياخد فيه اقل رقم. في حالات بيبقى لا، يعني تعالى هنا مثلا انت حطيت هنا الاي بي سي دي، تعالى اعكس وابدا من هنا، هنا الاي B C D E، في الحالتين انت بدأت ما بين ال 2 هيترو اتومز ومشيت بحيث انك تدي ال 2 هيترو اتومز اقل 2 سايدز، بس من ناحيه عطيت E ومن ناحيه عطيت D، يبقى اخترت ال D. هنا لو بدأت ما بينهم، والله لو بدأت من هنا وقلت A B C D E، انما لو مشيت كده هتبقى A B C، ولو كانت من هنا A A B C، في الحالتين هي B، فمش فارقه. هنا برضو هتبدا ما بين التو هيترو اتومز، حط الاي اهي، اقصر سايد ما بين التو هيترو اتومز، كان 1 سايد كان 2 سايدز، المهم انه اقصر سايد، لو 2 سايدز قد بعض يبقى مش فارقه. باجي هنا اهوت احط الاي، وكان ممكن الف كده اقول بي سي او الف كده اقول بي سي دي. سوري يا جماعه انا عديت غلط، يبقى ما بين الاثنين هنا اهوت ادي A B C D، وما بين الاثنين هنا ادي A B C D، يبقى مش فارقه.
ده لو عندي اتنين بنزين رينجز وبينهم هيترو اتوم، وده الاكزامبل الوحيد اللي هديهولك ومش هديلك زيه، يعني مش مهم تتعلم انك ازاي تطبق. ادي الهيترو سايكليك رينج في النص، من هنا بنزين ومن هنا بنزين، يبقى ده داي بنزو. وهحط تو ليترز، انا لو بدات من هنا هيبقى A B C D E F، ولو بدات من هنا هيبقى A B C D E F، مش فارقه. يبقى هم عند اللتر B وعند اللتر F في الاثنين بنزين رينجز.